لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. ثم اما بعد، في كتاب الاذكار للنووي رحمه الله تعالى ما زلنا في اذكار الاذان والصلاه، في باب تكبيرة الإحرام. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن المذهب الصحيح المختار أن تكبيرة الإحرام لا تمد ولا تمطط، بل يقولها مدرجة مسرعا، وقيل تمد، والصواب الأول. قال: المذهب الصحيح أن تكبيرة الإحرام لا تمد ولا تمطط، يعني لا يبالغ في مدها كما يفعل بعض الناس، والحكمة من ذلك لئلا تزول النية عن قلبه بالمد. يعني إذا انشغل وجعل يقول في تكبيرة الإحرام مثلا: الله أكبر مثلا، فهذا يعني قد يذهب عن قلبه استحضار النية، وإذا فات ذلك في أول الصلاة وفي تكبيرة الإحرام كان هذا غير مقبول، أو لئلا يخرجه عن موضوعه، يعني عن موضوع الصلاة وما فيها من هيبة وخشوع، بل يقولها مدرجة مسرعا، يعني كما تسمع الله أكبر. وقيل تمد، والذي قال تمد قال هذا قياسا على اجتهاد اجتهده المتأخرون في تكبيرات الانتقال. المصنف قال هذا في تكبيرة الإحرام. طيب، وتكبيرات الانتقال، التكبيرات الأخرى كالتكبير للركوع وللسجود وبين السجدتين وللقيام إلى الركعة الثانية ونحوها، هذه تسمى تكبيرات الانتقال، وتختلف عن تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن، وأما تكبيرات الانتقال فالصحيح أنها واجبة وليست ركنا. قال هؤلاء: تكبيرات الانتقال يستحب أن تمد. لماذا؟ لا لنص ولكن لاجتهاد. قالوا: لئلا يبقى الوقت فارغا بين الركن والركن، يعني إذا أراد أن يكبر للركوع وهو قائم، فإنه لو قال الله أكبر وهو إلى السجود، فبين قيامه وبين سجوده وقت فراغ، ماذا يفعل فيه؟ قالوا: حتى لا يبقى الوقت فارغا يطيل هذا المد حتى يشغل الوقت بالذكر، فإذا أراد أن يسجد قال الله أكبر حتى ينزل. لكن هذا اجتهاد ولا يلزم، وكونه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا فهذا حسبنا. على كل حال، هذا وجه من قال إن تكبيرة الإحرام تمد، قالوا قياسا على تكبيرات الانتقال. ولا يخفاك إن القياس على القياس ضعيف، إنما القياس لا يكون على قياس مثله، لابد أن يكون الأصل نصا ويقاس على النص. فإذا قست على قياس وقاس رجل آخر على قياسك المقيس على قياس، صار هذا يعني ضعيفا وضعيفا جدا. لكن مثل هذه الأمور الأمر فيها واسع. قال: وأما باقي التكبيرات التي هي تكبيرات الانتقال، أي تكبيرة غير تكبيرة الإحرام الأولى، فالمذهب الصحيح المختار استحباب مدها إلى أن يصل إلى الركن الذي بعده. هذا هو الذي قالوا، وهذا هو القياس المشار إليه. قالوا: لئلا يخلو عن الذكر. وقيل لا تمد، يعني وأيضا في المسألة قول آخر أنها لا تمد، ولعل هذا هو الأقرب. قال: فلو مد ما لا يمد، أو ترك مد ما يمد، لم تبطل صلاته. يعني الأمر واسع، إن مد هذه أو لم يمدها الصلاة في جميع الأحوال صحيحة، لكن فاتته الفضيلة، فضيلة المد عند من يقول به
وفضيلة عدم المد عند من لا يقول به. والأولى في كل هذا التوسط وإعمال القلب وحضور القلب، ولو وجد قلبه يعني يدعوه إلى شيء من المد يسير فالأمر في هذا واسع، أو كانت هناك مصلحة كما لو شعر أن الجمع كثير وليس هناك مكبرات مثلا، وإذا مد بعض المد سوف يوصل الصوت إلى من بالخارج فلا بأس بهذا لأن هناك مصلحة. قال واعلم أن محل المد هو بعد اللام من الله ولا يمد في غيره. كل ما يذكر على بشأن المد في التكبير فليس له إلا محل واحد بعد لام الله، يعني الله أكبر لم يمد، الله أكبر مد، فهذا محل المد بعد اللام من الله. وأيضا لو مد عند من يقول بالمد ليس مدا مطلقا، وإنما مدا لا يخرج عن الاقتصاد لا يصل إلى الإفراط، وحد الاقتصاد أن يكون بحيث يوافق كلام أحد القراء، وأعلى مد عند القراء 6 حركات. إذن آخر شيء عنده في المد أن يقول الله أكبر. لكن ما تسمعه في بعض المساجد خصوصا مساجد الأوقاف خصوصا من المبلغين أنه مد 26 و36 هذا قطعا لم يقل به أحد، وهذا مما لا ينبغي، آخره 6. نعم. وقوله محل المد بعد اللام من الله هذا ليخرج بذلك صور كثيرة مما لا يليق من المد في غير محله كما سيأتي التنبيه عليه، كما لو مد في أول لفظ الجلالة الله هذا لا يجوز وتبطل به الصلاة لو تعمده لأنه صار استفهام، أو قال الله الله أكبر هذا أيضا لا يجوز. وسمع ويعني من يعش رجبا يرى عجبا، سمع العجيب من أحوال المؤذنين وأقوالهم حتى أن الإنسان يسمع أحيانا أشياء لا يفهمها وهي صلاة، والرجل كبر لكن ماذا قال، فينتظر في المرة الأخرى حتى يضبط ما قال ما يدري ماذا يقول. فهذا لأن بعض الناس يتقحم ما ليس له، يؤذن ولا يحسن الأذان، يصلي ولا يحسن التكبير، حتى أنه يقول سمع الله لمن حمده، سمع ولا يقول سمع. فينبغي ألا يتعرض لهذه الأمور إلا ما يحسنها. أما أن بعض الناس يؤذن أو يصلي يقول الله أكبر هذا الرجل يحتاج أن يؤدب أن يضرب لا أن يؤذن، لابد أن يعلم كيف يتكلم كيف يؤذن كيف يكبر. قال فصل والسنة أن يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام وغيرها ليسمعه المأمومون. أما أن الإمام يجهر هذا صحيح وهذا لا بد منه حتى يسمعه المأمومون، وغيرها وتكبيرات الانتقال كذلك، ويسر المأموم. وأما المأموم فلماذا يرفع صوته؟ لا حاجة للمأموم أن يرفع صوته وإنما يسر، وكذا المنفرد، المنفرد يسر بذلك أيضا بحيث يسمع نفسه. فإن جهر المأموم أو أسر الإمام لم تفسد صلاته، أيضا ليوسع يعني فهمك بحيث تعرف الفرق بين الأمور اللي الأمر فيها واسع بين الأمور التي تؤدي إلى إبطال الصلاة. السنة أن يجهر، لكن لو أن الإمام لم يجهر والمأمومون يعني انتبهوا له وصلوا خلفه فالصلاة صحيحة، كما أن المنفرد أو المأموم لو جهر وهذا لا يليق ويكره للمأموم حتى لا يشوش، لكن أيضا الصلاة صحيحة ولا تفسد. هذا هو المقصود، يبين المستحب ويبين أيضا أن المساحة التي يكون فيها أو تكون الصلاة صحيحة. قال وليحرص على تصحيح التكبير، هذا الذي أشرنا إليه، فلا يمد في غير موضعه. فإن مد الهمزة من الله الله أو أشبع فتحة الباء من أكبر أكبر، وهذا في الأذان واضح جدا ولعلك ممن يؤذن هكذا الله أكبر هذا لا يجوز، صارت على لفظ أكبر لم تصح صلاته، هذه تفسد الصلاة.
لكن لم تصح صلاته إن كان يعلم هذا وإن قصد هذا وإن تعمد. أما إن كان جاهلا فكثير من الناس يجهل هذا. سبب عدم الصحة لأنه في الأولى لما مد الهمزة الله صار كالذي يسأل، يعني هل الله أكبر، هل تبطل الصلاة به؟ لأن نقول الله أكبر إخبارا ويقينا، فإذا قال الله كأنه يسأل ويحتاج إلى من يجيب، يقول له نعم الله أكبر، هذا ليس الصلاة. وأما الثانية إذا صارت أكبر فلأنه يخرج المطلوب عن المعنى المقصود، أكبر يعني الله أكبر، أكبر من كل شيء كما تقدم، أو أكبر كبير أو نحو ذلك. فإذا قال أكبر فأكبر جمع كبر، والكبر الطبل، بالطبل المعروف تستعمله الحبشة، فهذا قبيح، وهذا تبطل صلاته لو تعمده وهو يعلم أنه لا يجوز. وإذن قبل أن تحب أن تؤذن أو حتى تؤم اضبط هذه المسائل، الله أكبر هكذا جزما. فصل. اعلم أن الصلاة التي هي ركعتان يشرع فيها 11 تكبيرة، والتي هي 3 ركعات 17 تكبيرة، والتي هي 4 ركعات 22 تكبيرة. فإن في كل ركعة 5 تكبيرات، تكبيرة للركوع و4 للسجدتين والرفع منهما، وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد. هذا معلوم، فقط هو عد الذي تفعله أنت، وهذا يدل على اهتمام الفقهاء بشأن الصلاة. ثم اعلم أن جميع هذه التكبيرات سنة، يعني تكبيرات الانتقال ما سوى تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن، وإنما الكلام الآن على التكبيرات الأخرى للركوع وللسجود وبين السجدتين. قال سنة لو تركها عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته ولا تحرم عليه ولا يسجد للسهو، إلا تكبيرة الإحرام فإنها لا تنعقد الصلاة إلا بها بلا خلاف. هذا كلام فيه خلاف، وهذا كلام غير صحيح، وإنما الراجح أن تكبيرات الانتقال واجبة كما تقدم معنا في دروس الفقه. تكبيرات الانتقال سنة في المذهب، يعني عند النووي على طريقة الشافعي، لكن الصحيح أنها واجبة لذكرها في حديث الموسيء في صلاته، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها. وثمرة الخلاف تظهر من كلام المصنف، إذا قلنا إنها سنة فإنه قال لو تركها عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته ولا تحرم عليه ولا يسجد للسهو، وإذا قلنا إنها واجبة فإن الواجب الذي تبطل الصلاة بتعمد تركه ولا تبطل بالجهل ولا بالنسيان. ولهذا فالصحيح أن تكبيرات الإحرام أو أن تكبيرات الانتقال واجبة تبطل الصلاة بتعمد تركها. فلو أن رجلا هوى من القيام إلى السجود ولم يكبر متعمدا بطلت صلاته، على القول الصحيح بأن تكبيرة الانتقال واجبة، ولم تبطل على قول بعض أهل العلم بأنها من المستحبات والسنة. وعلى القول المختار الذي هو مذهب الحنابلة هنا أنها واجبة يسجد للسهو إذا نسيها أو كان جاهلا بها ونبه. قال إلا تكبيرة الإحرام فإنها لا تنعقد الصلاة إلا بها بلا خلاف، إلا تكبيرة الإحرام لأنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها بلا خلاف. هل فعلا لا خلاف في هذا؟ إلا بيكون خلاف مطلقا كان الكلام على ظاهر، وإن علم خلاف يحمل أنه يقصد بلا خلاف عندنا، بلا خلاف في المذهب. وقد تقدم في المرة الماضية أن الأحناف يرون تكبيرة الإحرام شرطا وليست ركنا، ولهذا قالوا تنعقد الصلاة بها وبما في معناها، ليس لأنها شرط فقط، هذه مسألة أخرى. قالوا تنعقد الصلاة بكل ما دل على تكبير الله، فلو قال الله العظيم الله الكبير الله المتعالي
تصح الصلاة عند الأحناف. تقدمت هذه المسألة وأن الصحيح ألا يخرج عن النص المذكور الذي لم يعهد غيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر. إذن قوله هنا بلا خلاف يعني عند الشافعية والجمهور. انتهت هذه الاستطرادات الفقهية ورجع إلى موضوع الكتاب من ذكر الأذكار. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام. أول الصلاة تكبيرة الإحرام، ماذا يقول بعد تكبيرة الإحرام؟ يعني يقصد أدعية الاستفتاح. اعلم أنه قد جاءت فيه أحاديث كثيرة يقتضي مجموعها أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا في الحقيقة مجموع حديثين، لكن على طريقة المصنف كما سيأتي له أن يجمع كل ما ورد في أدعية الاستفتاح في صلاته، وسيأتي الكلام في هذا. لكن الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، هذا ممكن تعمل عليه قوس، هذا حديث وحده ثابت من أدعية الاستفتاح عند مسلم رحمه الله تعالى، أن رجلا دخل في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول هكذا: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فلما انتهى من الصلاة قال: من القائل؟ آنفا. قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا. يقول الراوي ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعتهن أو منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تركت استفتاح الصلاة بهذا. وهذا من أيسر ما يقال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا مرة واحدة كما في مسلم، وإن ورد التثليث عند أبي داود وغيره. وقوله كبيرا منصوب على الحال المؤكدة، كأن معناه الله أكبر كبيرا يعني كبر كبيرا. والحمد لله كثيرا، كثيرا وصف لمفعول مطلق محذوف، الحمد لله حمدا، وصف هذا الحمد أنه كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا، البكرة أول النهار والأصيل آخره، والمقصود عامة الوقت وليس المخصوص الوقتين، وإنما بدأ بأوله إلى آخره، والمقصود عامة الوقت وخص هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما في أول النهار وآخره. ثم شرع في دعاء آخر من أدعية الاستفتاح، قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. زاد ابن حبان في روايته مسلما وما أنا من المشركين. وهذا الحديث اختاره الشافعية، والمقصود بتوجيه الوجه يعني إخلاص القصد لله عز وجل. فطر السماوات والأرض يعني خلق السماوات والأرض، وجمعت السماوات هنا وأفردت الأرض، قيل لفضل السماء على الأرض، وقيل في سبب تفضيل السماء على الأرض أنها لم تقع فيها معصية، وأما معصية إبليس فكانت خارج السماوات في الجنة، وقيل لشرف السماوات حيث وطئتها قدم النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج سماء سماء، وقيل لأنها مساكن الملائكة. انظر إلى
أنظار أهل العلم في الاستنباط. وبعد كل ما قيل قال بعض أهل العلم بل الأرض أفضل من السماوات. كيف؟ قالوا لأن منها طينة الأنبياء، والله برضو الوجه، ولأن فيها قبورهم، قبور الأنبياء. طيب إذن لماذا جمعت السماوات وأفردت الأرض عند أهل القول الثاني أن الأرض أفضل؟ قالوا لأن السماوات متباينة بعضها عن بعض، وملئت بالملائكة ما بين سماء وسماء، وأما الأراضين فإنه إن كانت سبعا خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، إلا أن الأراضين يعني سبع طبقات، حتى لا بعض الناس يقول سبع أراضي، يعني إحنا لو نزلنا في الأرض وانتهى هذه الأرض هنلاقي يعني فضاء وفراغ لحد ما نوصل للأرض الثانية كما بين سماء وسماء. لا، لا يلزم، هذه الأراضين السبع طبقات بعضها في بعض. على كل حال هذا كله من ملح العلم. قال وما أنا من المشركين. طيب المرأة تقول وما أنا من المشركين ولا من المشركات؟ وأنا أول المسلمين. المرأة تقول وأنا أول المسلمات أو من المسلمات؟ قال أهل العلم تقول هكذا، وأنا أول المسلمين وما أنا من المشركين. ويكون المقصود بهذا ما هو معروف في اللغة من إرادة التغليب، فالتغليب، لأن المرأة إذا قالت من المسلمين تعد نفسها مع عموم الخلق من الرجال والنساء، وحينئذ للتغليب يكون الضمير ضمير المذكر. ومن ذلك قوله تعالى عن مريم وكانت من القانتين، فجمعها مع عموم الرجال والنساء، فيكون التغليب يقتضي التذكير لأن الرجال قوامون. وربما أيضا قيل إن هذا يقصد به الأشخاص، فيكون الكلام على بابه. المرأة تقول وما أنا من المشركين، يعني من الأشخاص المشركين. وكذلك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ربما أيضا قيل لأنها هذا مقتضى الآية، وهذا وجه من رجح هذا الدعاء كالشافعية، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. في رواية عند أبي داود أنا أول المسلمين، وفي بعض الروايات كان يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا. وقد تشكل رواية أول المسلمين، كيف أقول هذا وأصير كاذبا أن لست أول المسلمين؟ الجواب أن الذكر ورد هكذا فأنت تقوله هكذا. وقد يشكل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وليس أول المسلمين، فإنه آخر الأنبياء وكل من سبقه كان من المسلمين. فيكون الجواب أنا أول المسلمين من هذه الأمة، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما نحن فنقول اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما ورد فيه وأنا أول المسلمين نقول وأنا أول المسلمين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا. جميعا يعني تشمل الصغائر والكبائر والتبعات أيضا. أما الصغائر معروفة تكفرها الصلوات ونحوها، وأما الكبائر فالله عز وجل قد يعفو عنها، أمره إلى الله صاحب الكبيرة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. لكن التبعات أشد ما يكون، لأن المعاصي في حق الله، الله عز وجل حقوق الله مبنية على المسامحة، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة. العبد لا يترك شيئا ولو كان أباك أو ولدك، لا يترك لك شيئا لأنه محتاج إلى مثل ما تحتاج إليه. وهنا تظهر رحمة الله سبحانه وتعالى في يعني أن يكون معك حتى في التبعات التي لك أو التي عليك لغيرك، فيعوض الله عز وجل أصحاب التبعات ويغريهم بمسامحتك في حقه. وهذا داخل في قولي فاغفر لي ذنوبي جميعا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق. الأخلاق يعني ملكة ينشأ عنها جميل الأفعال وكمال الأحوال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس فيها، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم.
وإذا بحث العلماء كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهدني لأحسن الأخلاق، وهو قد تلبس بهذا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وكيف يقول واصرف عني سيئها وهو ليس عنده شيء من سيئها، وإنما هو يعني أفضل الناس خلقا. قالوا إن هذا لأداء مقام العبودية والخضوع لله عز وجل، وإلا فهو مجبور على الكمال، فكونه يدعو واهديني لأحسن الأخلاق هذا لمقتضى العبودية. وقيل إن هذا على سبيل التعليم لأمته حتى يعلمنا ما نقول في هذا الموضوع. واصرف عني سيئها، قيل أيضا هذا على سبيل التعليم لأمته أن يدعو الله بهذا، أو أنه قاله تواضعا وخضوعا لربه. لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك. لبيك يعني تلبية بعد تلبية، لبى يعني أجاب، يعني أجبتك إجابة بعد إجابة، والتثنية للتكرار ولبيان مقتضى القيام بالعبودية. وسعديك أيضا التثنية للتأكيد، يعني أسعد وأحظى بالقيام على طاعتك سعادة بعد سعادة، يعني سعادة بعد سعادة، يعني مرة بعد مرة أسعد بامتثال طاعتك. وهكذا المؤمن، المؤمن يفرح بالطاعة ويكره المعصية. أنت الآن تشعر بالسعادة وأنت جالس في المسجد في هذا الوقت وغيرك نائم، تشعر بالسعادة وأنت تحتسب الاجتماع مع المؤمنين، وتستشعر نزول الملائكة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة ونزول السكينة ونحو ذلك، تسعد لمدارسة العلم والقرآن والسنة. هكذا العبد بطاعة ربه. والخير كله في يديك والشر ليس إليك، يعني الشر المحض لا ينسب منك، لأن الله تعالى لا يخلق الشر محضا، قد يخلق الشر لكن لحكمة، فيكون خلق الشر على هذا الحال ليس شرا، في ظاهره شر لكن إذا نسب إلى الله فهو خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم. فقد يقع لك الشر في ظاهر الأمر ثم تكتشف أن هذا كان في غاية الرحمة، كما لو ذهبت مثلا لإدراك سيارة معينة فعثرت فوقعت فجرحت، وربما يعني أصبت بمكروه وتمت السيارة وخرجت ليموت كل من فيها، ويبلوك الخبر تقول سبحان الله هذه العثرة كان فيها نجاتي، وأنا تصورت أن هذا الجرح شر وإذا به خير سبحان الله. وكثيرا ما يحدث شيء من هذا، فيكون تقدير الله عز وجل ذلك ليس شرا في حقيقته. أنا بك وأنا إليك، وفي الرواية المشهورة أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا دعاء إذا حفظته فإنه يقال في دعاء الاستفتاح، والأول أخصر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيرا، بكرة وأصيلة. وهذا دعاء ثالث، الدعاء المشهور الذي سأل فيه أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت سكوتك في الصلاة بعد التكبير ما تقول؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الثالث الذي ذكره المصنف، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي المراد بالمباعدة محو هذه الخطايا السابقة، أو باعد بيني وبين خطاياي يعني المنع من الوقوع فيها والعصمة منها. وموقع التشبيه كما ينقى الثوب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، موقع التشبيه أن التقاء المشرق بالمغرب مستحيل، فكأنه أراد ألا يبقى للخطايا منه اقتراب بالكلية، يعني كما لا يلتقي المشرق بالمغرب فلا ألتقي مع الخطايا. هذا كأنه المقصود به المبالغة في طلب السلامة من الذنوب.
اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذا أيضا مبالغة في طلب السلامة من الذنوب، لأن الثوب الأبيض يظهر فيه أدنى شيء، فإذا نقي الثوب الأبيض من الدنس فهو يرجو أن ينقى من خطاياه كذلك. الثوب الأبيض إذا نقي من الدنس لا يكون عليه شيء، والدنس القذر والوسخ، والمقصود هنا المعنوي من الذنوب والخطايا ونحوها. اللهم نقيني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، نقيني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، ثلاثة أشياء. وجه التثليث هنا أن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء، كما تغسله مرة بعد مرة، أو مرة بالصابون ومرة بالكلور ومرة يعني يكون في غاية، فكذلك يطلب لقلبه أن يتنقى على هذا النحو. قال بعض أهل العلم: ولعله جعل الخطايا بمنزلة النار، والنار لها حرارة، فعبر عن إطفائها بالغسل، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء، فيغسل حرارة الذنوب بالماء، وبالغ في ذلك فاستعمل المبردات بعد الماء. يعني إذا أطفئت حرارة الذنوب بالماء يأتي بعد هذا الثلج والبرد ليلطف ويبرد. قالوا: ولعل هذا هو السر في الانصراف عن الماء الساخن الذي هو أنقى من الماء البارد. لك تقول اغسلني بالماء والثلج، طب ده الأحسن الغسيل بالماء الساخن، الماء الساخن أنقى، فلماذا اختار الثلج والبرد؟ ربما لأجل هذه العلة، لأن الخطايا والذنوب أشبه بالنار، إطفاء حرارة النار يكون بالماء، ثم بعد هذا لما تضيف الثلج والبرد يعني يحدث انتعاشة، يعني أنت تعرف. على كل حال البرد معروف، الماء معروف والثلج معروف، والبرد حب الغمام، سمي بردا لأنه يبرد به وجه الأرض. وهذه الجمل الثلاث في الحديث معناها واحد ومتكرر، وإنما ساغ التكرار هنا لأن الذي يناجي ربه يستحلي مقام الذكر والعبودية، وهذا يعني وجه تكرار والإكثار من بعض المعاني المشتركة والقريبة في نصوص الذكر. قال المصنف: فكل هذا المذكور ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح، الأول في صحيح مسلم، والثاني في صحيح مسلم، والثالث متفق عليه، وجاء في الباب أحاديث أخرى يعني سوى ذلك. حديث عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الحديث وإن يعني كان ضعيفا كما سيأتي، قال: رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه بأسانيد ضعيف، وضعفه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري وضعفوه. قال البيهقي: وروي الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك عن ابن مسعود مرفوعا وعن أنس مرفوعا، وكلها ضعيفة. قال: وأصح ما روي فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم رواه بإسناده عنه أنه كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا صحيح موقوفا، لكن له حكم المرفوع، لأن مثل عمر رضي الله عنه ما كان ليخترع شيئا في الصلاة. هذا إضافة إلى كثرة النصوص المرفوعة التي يتحسن بعضها ببعض وبأثر عمر هذا. وبناء على هذا فمن المشروع الثابت قول هذا الذكر عند استفتاح الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بل هذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله، إن كان الإمام الشافعي اختار الحديث الثاني الذي هو وجهت وجهي لموافقته لما في القرآن يعني في أثنائه، وهو قوله
الآية آية الأنعام التي وردت في الحديث إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالإمام أحمد رحمه الله اختار هذا الدعاء في الاستفتاح لعشرة أوجه ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، عشرة أوجه من سر اختيار الإمام أحمد لهذا الدعاء، وإن كان غيره أقوى منه إسنادا، لأن مدار هذه الأوجه على أن فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيدا وتنزيها، وهذا من أعظم ما يذكر في هذا المقام. والعجب أن الإمام مالك لم يرى الاستفتاح أصلا، لم يرى استفتاح الصلاة. لماذا؟ عجيب هذا، كيف يقول هذا؟ قالوا لأنه يعني اعتمد على النصوص التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الصلاة وأيضا الخلفاء الراشدون كما في صحيح مسلم بالحمد لله رب العالمين. قالوا فكان يبدأ، قال يبدأ بالفاتحة، ومن ثم لا يبدأ بدعاء الاستفتاح. ولا يخفك أن هذه الأحاديث كلها الثابتة حجة عليه. وأما ما ورد في صحيح مسلم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا ينفي أنهم يفتتحونها بالحمد يعني بسورة الفاتحة على سبيل الوجوب لأنها ركن، ولا ينفي أنه كان قبل أداء الركن وبعد تكبيرة الإحرام يقول ما نقل عنه من أدعية الاستفتاح. فقول مالك هنا عجيب ومردود، لكن وجهه ما ذكرت لك. قال وروينا، يعني هو ينقل بعض ما ورد في الباب، في سنن البيهقي عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وجهت وجهي، وأضاف الرواية الماضية الثانية، وهو حديث ضعيف. قال الحارث الأعور متفق على ضعفه، هذا راوي من الرواة يروي عن علي رضي الله عنه وهو متفق على ضعفه. وكان الشعبي يقول الحارث كذاب والله أعلم. ولهذا إذا وجدت الحارث الأعور في إسناد حديث تعرف أن هذا الحديث ولا هذا الإسناد، إن هذا الإسناد ضعيف، لأنه قد يكون الحديث ثابت من زوايا غيره وهو صحيح. ومن أشهر أحاديثه حديث القرآن المعروف المعلق في كثير من المساجد، كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله، هذا الحديث ضعيف لأجل الحارث الأعور في إسناده، وأن كان معناه صحيح وكلام جيد وطيب، لكن لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصح إسناده. قال وأما قوله والشر ليس إليك فاعلم أن مذهب أهل الحق من المحدثين والفقهاء والمتكلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين أن جميع الكائنات خيرها وشرها نفعها وضرها كلها من الله سبحانه وتعالى وبإرادته وتقديره، فإذا ثبت هذا فلا بد من تأويل هذا الحديث. فذكر العلماء فيه أجوبة، يعني يجيب عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. هل معنى هذا الشر ليس إليك يعني لست خالقه؟ إذن من الذي خلق الشر؟ إله آخر؟ لا شك أن هذا غير صحيح، ولا شك أن الله تعالى هو الذي خلق الخير وهو الذي خلق الشر، لأنه هو الإله الذي خلق كل شيء فقدره تقدير. وإذن يلزم الجواب عن معنى هذا. فنقل المصنف هنا أربعة أجوبة كلها صحيح. قال أحدها وهو أشهرها قاله النضر بن شميل والأئمة بعده معناه والشر لا يتقرب به إليك، والشر ليس إليك يعني لا يتقرب به إليك، يعني لا يجوز أن يتقرب أحد إلى الله بشر أو بذنب أو بمعصية، هذا معنى صحيح. والثاني والشر ليس إليك لا يصعد إليك، إنما يصعد الكلم الطيب، من عمل شرا فإنه لا يصعد إلى الله، إنما الذي يصعد إليه يصعد العمل، إليه يصعد الكلم الطيب، وهذا قريب من الأول. والثالث لا يضاف إليك أدبا، يعني لكنك خلقته لكن لا صح أن يضاف إلى الله عز وجل تأدبا، ف
فلا يقال يا خالق الشر وإن كان خالقه، كما لا يقال يا خالق الخنازير وإن كان خالقها، فيكون هذا من باب الأدب. وهذا ظاهر في القرآن كقول الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فلما ذكروا الرشد نسبوه إلى الله، ولما ذكروا الشر قالوا أريد على المبني للمجهول، هذا الأدب. وإلا فالله هو الذي خلق الخير والشر. والرابع ليس شرا بالنسبة إلى حكمتك، فإنك لا تخلق شيئا عبثا، وهذا القول قلناه بالأمس لو تذكر في درس العقيدة. وهنا يظهر لك أن كل علوم الشريعة داخلة بعضها في بعض. الشر ليس إليك، يعني ليس شرا بالنسبة إلى حكمتك، فهو وإن كان في ذاته شرا إلا أنه بالنظر إلى حكمة الله عز وجل لخلقه لا يسمى شرا. وبناء على هذا الله تعالى لم يخلق شرا محضا، وإنما كل شيء ظاهره الشر فبالنظر إلى حكمته تعلم أنه خير بالنسبة إلى حكمته، كما خلق الجنة والنار. خلق النار ليس شرا بالنسبة لحكمة الله عز وجل، حتى إذا دخل أهل الجنة الجنة كان من جملة نعيمهم أن ينظروا إلى مقاعدهم في النار ويتلذذوا بالمعافاة والسلامة من النار وآفاته. وهكذا في خلق إبليس وغيره من أنواع الشرور، وما قريب من هذا ما ذكرناه لك مما يقع لك مما لا تختار. طيب نقف عند الفصل المتبقي والحمد لله رب العالمين.